بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، بناء الإنسان بالعدل، نعم بالعدل تبنى الأوطان، والعدل أساس الملك. ويبنى الإنسان بالعدل بمعنى أن يكون عادلا مع الله، وأن يكون عادلا مع نفسه، وأن يكون عادلا مع من حوله. إذا أردنا أن نضع اليد على الداء وأن نصف لها الدواء، فأقبل معي لنرى ماذا قال الله تعالى عن سلبية الإنسان في الظلم، حينما قال الله تعالى عن هذا الإنسان الذي تحمل أمانة الله ولم يفي بها ولم يؤدي هذه الأمانة في مكانها. قال تعالى: وحملها الإنسان، أي حمل الأمانة التي قال الله عنها: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إنه كان ظلوما، ظلوما على وزن فعول، فعولا إحدى صيغ المبالغة، أي ظلم نفسه وظلم ربه وظلم من حوله، أو لعله ارتكب واحدة أو اثنتين أو ارتكب كل هذا. داوى الله تعالى هذا الداء بالعدل، فقال تعالى في آية العدل، في آية القسط، في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. أن تعدلوا أي أن تميلوا عن الحق إلى اتباع الهوى. فواجب على الإنسان أن يكون عادلا مع الله. وهنا نقف لنتساءل: كيف يكون الإنسان عادلا مع الله؟ أقول: المؤمن الحق هو الذي يكون عادلا مع الله، الذي يعبد الله تعالى تعبدا ورقا هو الذي يكون عادلا مع الله، لأنه من حق الله عليك أن تعبده، ومن حق الله عليك أن توحده وأن تقيم الدين كله لله رب العالمين. فمن فعل هذا كان عادلا مع الله، ومن فعل هذا كان عادلا مع نفسه، لأنه لم يوحل نفسه في أوحال الخطايا والذنوب والآثام والمعاصي، وهذا يدعوه إلى أن يكون عادلا مع من حوله، فبالتالي لن يظلم أحدا. يتخلق بقوله تعالى في سورة المائدة في آية العدل مرة أخرى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله، أي عادلين لله، كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، أي لا يحملنكم عداوة قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. إذن يبنى الإنسان بالعدل، وبالعدل قامت السماوات والأرض. هذا والله أعلم.